hazretlerine, Allah'ın bir şey olduğunu, Mesih Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, o problemi yapra, çürümesi, Şeyh Abdülhamid'in, Abdülhamid'in, Işık'ı bir daha, Mutlu'nun sağına yardımlama. Onun kuruluşu mühimmeli, rahmet olma, ilk kadar ders savaşıp birisi. Lillahi hamdülillah, Allah'ın şaşırtı. أخذنا ما يتعلق بحفظ القرآن وطريقة السلف مع القرآن. ما قلنا سبعة صلاة الصالحين حفظ القرآن الكريم. القرآن الكريم تتفرق وقت عن شيء بشكل من الأمر على سبيل التفصيل. فيحفظ في كل يوم 10 آيات ما يتعلق معناها ويستعين بالله سبحانه وتعالى على العمل. كنت تكتب مشكلة على مصدر البيت الإمام شديد قوة شيخ صورت الأنبي ومشيخ أشكي عادي أصدري شيخ الأحمد بكم عليه شيخ شايد ثم أخذ ما يتعلق بالتوحيد وما ضد التوحيد الشيخ فطور ما التوحيد إمام أبي شيخ الشيخ في شرط من قبل الأسفلس عرفنا التوحيد شرعا وقسمنا فقلنا أن التوحيد ينقسم إلى 3 أقسام توحيد مش شرط من الأسفلس إمام مش أنا أنسي التوحيد كله فعرضنا كذلك الإسلام وذكرنا مراتب الدين الثلاثة الإسلام والإيمان والإحسان. الإسلام هي شملة بدنسي إيمان مراتب إيمان شملة بدنسي دين مراتب الدين دي الإسلام إيمان إيمان إحسان. وذكرنا ما يتعلق بالشرك الأكبر والشرك الأصغر. الشرك الأكبر هو الشرك الأصغر شرك 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 بدنسي. وكذلك أخذنا ما يتعلق بشروط الصلاة وأركان الصلاة وواجبات أما شروط الصلاة واجبات الصلاة مقتضيات الصلاة إمام شروط الصلاة واجبات الصلاة مقتضيات الصلاة أقوال الصلاة مش كلها جنس وأركان الصلاة إمام أركان الصلاة صلاة الركوع شلون مش شلون كلها جنس يبقى معنا في الصلاة أن الأصل أن المسلم يتطهر ببيته يعني يتوضأ ببيته ويلبس أحسن الثياب، نعم. مسلم في بيت وذكر بيت وذكر بيت وذكر بيت إمام شيء أرواح الشيطان بيت وذكر مشاكل في بيت وذكر بيت ويخرج إلى الصلاة ماشيا أو راكبا وإنت كل شيء تاري حيثيك أطلع سوالي بيت شيء صلاة ذلك ورجمة بالغنى في سكينة ووقار أي لا يأتي وهو مسرع أو يجري أو يكثر من الارتفاع أو رفع الصوت يرسل الله من البيت أنت عن سورنا أضرع عشر مشاك أضرع كابرة الذي كنا مشاهد شيء مشهور به شيء صلى الله عليه وسلم يرسل الله الشقيق كنا نشهد الشعب فإذا وصل المسجد خدم الرجل اليمنى وقال الدعاء والد عن النبي عليه الصلاة والسلام مسلا شكو تمنا قريبا إيمان إيمان بين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذي باش إيمان عكس الخروج وإذا أراد أن يخرج يقدم الرجل اليسرى ويأتي بالدعاء الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام إيمان بيقول الفرنسي جبان بيقول ربي من ستك بامبا عبدي وي إيمان إشان تبين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذي باش إيمان ويجعل الدنيا خارج المسجد لا يبيع ولا يشتري في المسجد او يبحث عن شيء ضل منه ضاع منه في المسجد نعم الدنيا كيف المسجد الوحيد الرمين المسجد كنا بسا كتالي شمال 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 غير غير شتاتي وليش مسجد انا وانا شكال ليه انا مسجد استنعوي او يجعل المسجد مكان للاكل او للشرب او للعب او للنوم او ما الى ذلك وطبعا المسجد كيف كان بنا عام عايش الذي إذا ديو كل ذلك بعيدين فقال إيش شو مسلمات ما مسلمين أنا لا مانع أن الإنسان يأكل ويشرب وينام في المسجد لا مانع من هذا لكن أن نجعل المساجد كالفنادق وكالمطاعم لا ما يمكن نعم مسجد مسجد اللي كيو كان من المرين كل ذلك مساجد شكا خد مرين كنت إيه ماني إيه ماني المسلم كامل مبول مبولين أما أوشي كبولين خبر بودن این مدنی آرشی بودن و خبر بودن مدنی ما مسیحی خبر نمی کار بودن مدنی بودن لکن شده بودن ولی اگر تکون مسائلی فی هشیم نشکیان کار بیا
মসজিদে শিরকি মুনকারি বিষয়গুলো আমরা সেখানে শিরকি মুনকারি কিন্তু সেখানে আমরা বর্ণনা করি শিরকি গ্রামে ইনশাআল্লাহ মসজিদে আলাইহি না إذا دخل المسجد وجد الصلاة قد أقيمت فيدخل مع الإمام في أي هيئة يكون عليها الإمام قائم أو راكع أو ساجد أو جالس أو في التشهد الأخير. مسجد أشرف الإمام إذا تجاوز ذلك ما في شيء وصلي شيء شامل غريب. الإمام في ركوع إلى ركوع وصلي. يا مصطفى يا مصطفى سيدنا مصطفى سيدنا مصطفى أو أو جاء الإمام في جاء مصطفى ما في شيء وصلي لكن أشهد أن شو نقول له شو نقول له وإذا بقي على إقامة الصلاة يتقدم إلى الصف الأول ويصلي إما أن يقول لهذه الصلاة سنة راتبة قبلية فيصلي السنة الراتبة وإلا صلى ركعتين ثم جلس. جدي مسجد الإمام إقامة يصير له إمام الشاملة إقامة 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 আগে জামাতের পূর্বের সালাত থাকে সুন্নত সালাত থাকে সেই সালাতে করবে অথবা বসে যাবে তারপর পরবর্তী ফরজ সালাত চলে ولا يسمع ما يسمع الجهال من التأخر آخر المسجد أو يكثر من الحليب أو الانتباه أو النظر في الساعة أو ينظر في الإمام والمؤذن مثلا. إرقام بغنى بالمضاء بغنى بالمضاء بغنى بالمضاء بغنى بالمضاء بغنى بالمضاء بغنى সালাতের সময় হয়ে যাচ্ছে বা কাছাকাছি হইতে সময় মসজিদের এক কোণে দাঁড়িয়ে সেখানে কারো বসে ঢুকছে অথবা ঘুরির দিকে দেখাচ্ছে অথবা কথোপকথন করছে আপসের সাথে আপসের ফিসফিসানি করে শব্দ করছে এবং এর মধ্যে যারা রাসারাতি ব্যক্তি সালাত আদায় করে তাদের কিছু সমস্যা হচ্ছে এবং যেন আমরা না করি বরং কত কাতারে এসে আমরা সালাতে বসে দাঁড়াচ্ছি বা হুকম সালাত জামা اقل ما يقال في حكم صلاه ومن يترك صلاة الجماعة وهو مسلم بالغ عاقل قادر على حضور الجماعة فهو مرتكب كبيرا كبائر الذنوب. ورش قرب التدري عاقل بالغ يرشق قرنا ويشوى قرب التدري تعالى شمشنا نجي يرقب قرب التدري جماعة عاقل نهاية تعرف تعالى مرتكب كبيرا كبائر الذنوب. فالذي لا يصلي مع الجماعة أو لا يصلي أصلا ما لا نصنع مع ماله؟ نعم نأخذه ونأتي به إلى المسجد. إلكم من بيانا لكن تريد أن المسجد يعيش. نعم ونسأل أيضا هل أنت تحيض؟ يا أبا أنا لكن تيك شكله لكن تيك شكله طيب كل من بيجي تيك بابا كل مسجد هذا الرمزان يا مهدي ماشي كويس لأن الذي المرأة عندما تحيض ولهذا لا تجب عليها صلاة الجماعة لأنها مرأة لكن الرجل لابد عليه من حضور الجماعة. نعم. إذا ما أنت قلت مسلم بنتي هاي لكن أوش المسجد عبد الله هاي يعني تدري شو بيجي مولا هاي أنا شيء المسجد عبد الله أنا شيء كذا أقوى تيجا تاين مولا بعد ما جنا بنتي هاي ماشي بنت سبعة هاي لكن أنا جنا بقى سبعة هاي بقى هاي جنا مش بنا سبعة هاي بجا أكان تري كل شيء تبغى مكتوب شو هاي هاي ده شو هاي شو شو استوى بنتي أقصى المسجد عبد الله بجا سبعة هاي ذكرنا بالامس ما يتعلق بشروط الصلاه ان ياتي بالشروط قبل الدخول في الصلاه. اما شروط الصلاه صلاه شرط شرط اظن نسيت. اما انا صلاه هذه بحيث في شرط الاسلام 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 لانه مرتين اسلام الرهبان والعقل كان شرط الرهبان وقلنا التمييز اي التفريق بين الاشياء تمييز مرتين وقلنا شرط الصلاه تكتب له وهو ماشي الله يمو كان شرط الرهبان
আনন্দ কর্তব্য দেওয়া যাবে কৃষি মধ্যে কর্তব্য তারা কোন জানে সে এবং বয়স হওয়া মাথা এবং পিঠ সমান করে
يقول بركوعه سبحان ربي العظيم مره واحده وجوبا. قل سبحان ربي العظيم اكبر وجوبا واجب اكبر ولا واجب. واستحب له ان يزيد بما ورد عن النبي عليه الصلاه والسلام. مستحب زين النبي صلى الله عليه وسلم يقول وتبقى سوره ولا مستحب. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان القدوس رب الملائكه والروح سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. نعم هذا هو الذي يقول. ليش وصلت بارو ولا ما شايف؟ بارو لو مستحب الآن وهو راكع بين الركوع وبين الاعتدال يرفع اليدين مع قول سمع الله لمن حمده، وإذا استقام قال ربنا ولك الحمد. ركبتي كل الشهرين قلبي وبين ربنا سمع الله لمن حمده، تمام؟ بعدين قلبي ربنا ولك الحمد. نعم، ثم يستحب له أن يزيد بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقام الكفين اجعل منظومة الاصابع متجه بها للقبلة وباطن اصابع الرجلين اجعلهما على الارض প্রথম শব কোশ্চেন দিকে এবার দিকে তর্জ করে মাটিতে থেকে রাখবেন সময় Thank you.
يشير بإصبعه ويحركها ويدعو بها. عنه بيه شعر قلبه ممكن أظهر قلبه ومدعو قلبه. نعم. يقول التشهد التحية لله إلى آخره. تشهد التحية لله تشهد قلبه قلبه. ثم بعد هذا إذا كانت هذه الصلاة صلاة رباعية أو ثلاثية يستحب له الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هي الصلاة الواحدية. تبي صلاة شنو شنو ده ما تقوله كاتب ما